جوبي. وي قعدنا. اوكي جود جوب، يو ديد ات. اي جوبي. افا ما اللي يعجبك من الفنانات او الفنانين الخليجيين سواء مطربين او ممثلين في ادائهم وطريقتهم على السوشيال ميديا؟ نهى نبيل هي إعلامية كويتية، يمكن توقفت شوي عن تقديم البرامج، بس تعجبني كثير بغض النظر عن توجهها. هي تحب الفاشن كثير، ويمكن معظم الصور اللي تحطها بحكم يعني والأزياء، بس أيضا على السناب شات تناقش أمور كثيرة مهمة يعني تخص المجتمع، تخص أيضا الأطفال، الأمهات. ف يعني ما أعرف، هي مش اختصاصية، لكن طريقتها ودائما تعرض شيء مهم يفيد المجتمع. طيب. يعني قاعد انظف واكتشفت ان اليهال قاضين القنفه. طب انا وش حاطه داخل؟ خش هدوم اخوها. حسبي الله على ابليس تشد وينه. طش حاطه بعد داخل لفنوفه. Yeah, I mean they paid everything, okay, yeah. But out of pocket for a while. But yeah, I mean but the problem was like he went through for 9 months, he got to a point with his MRI. Oh yeah. Oh, you're fine. Oh. Okay. If you kick too low, you get a warning. Just go. We got just a minute. Justin. Mr. Muhammad, put your spot, please. Good job. I'm right here. Hurry.